أنتم تشاهدون قناة معرفة وأكثر. المعلومات الواردة في هذا الفيديو من كتاب دليل علاج القولون وأمراض المعدة والأمعاء لمؤلفه شيت كونينغهام، بالإضافة إلى ما جمعه فريق إعداد معرفة وأكثر من خلال آخر الدراسات العلمية الموثوقة. سنبدأ هذا الفيديو بهذا التساؤل: كيف تشعر بالألم في معدتك بينما هي خاوية؟ الإجابة سهلة جداً، والسبب هو أن معدتك يا صديقي دائماً تحتوي على أشياء، فليس من الضروري أن يكون بها طعام أو شراب، ولكن هناك عضلات المعدة والإنزيمات والأحماض والنهايات العصبية، كل ذلك موجود بالمعدة حتى وهي خالية من الطعام والشراب. فهل تشعر بآلام المعدة من وقت لآخر؟ وهل يجب أن تشعر بالقلق من آلام المعدة؟ مما لا شك فيه أننا جميعاً نشعر باضطرابات في المعدة من وقت لآخر، ومعظم هذه الاضطرابات تكون بسيطة ومؤقتة وسرعان ما تزول وينسى الأمر. لذا فلا تسارع إلى الطبيب بمجرد شعورك بوخز أو ألم بسيط في معدتك. أما عندما تشعر بحالات من الألم الشديد والمتواصل فعليك بالهدوء وسؤال نفسك عن أسباب ما تشعر به، وقرر ما إذا كان الأمر يستدعي الاتصال بطبيبك. وربما هذه المعلومات التي سنريدها في هذا الفيديو ستكون مفيدة جدا لك. أولا، الآلام الناتجة عن أحماض المعدة. عندما تشعر بالألم في معدتك وهي خاوية فإن ذلك دائما يكون نتيجة للأحماض في المعدة، أو نتيجة لدواء تناولته، أو أي مهيج آخر. وقد تحدثنا عن الأحماض القوية التي تفرزها المعدة، وذكرنا أيضا أهمية الغشاء المبطن لجدار المعدة الذي يحميها من هذه الأحماض. وقد تؤدي هذه الأحماض إلى حدوث آلام في المعدة إذا كانت المعدة تعاني من خلل ما. لذا فتذكر دائما أن آلام المعدة قد تكون عرضا لما هو أخطر إذا ما كانت مستمرة ومتواصلة لأيام. مما لا شك فيه أن عددا كبيرا من الأدوية قد يسبب آلاما في المعدة الخاوية، ويعد الأسبرين مثلا واحدا من أكثر الأشياء التي قد تضر بالمعدة، لأنه عند تناولك قرصا من الأسبرين وعندما يستقر في المعدة فإنه يقوم بثقب جزء من الغشاء المبطن لجدار المعدة مما يسبب لك الألم، ولا يكون هذا الثقب عميقا ويلتئم بعد أيام قليلة، ولكنه في أثناء ذلك يسبب بعض الألم. ويحدث هذا لكل الأشخاص حتى أولئك الذين ليست لديهم حساسية ضد الأسبرين. ولذلك ننصحك بالابتعاد عن مسكنات الآلام، حيث أن كل مسكنات الآلام يقتصر دورها على تخدير مراكز الشعور بالألم في المخ، فتتوقف عن عملها لبعض الوقت، لكن الألم لا يزال موجودا ولكنك لا تشعر به. ولذلك يجب عليك أن تعالج المشكلة من أساسها بدلا أن تلجأ لتلك المسكنات لفترة زمنية طويلة. ويجب أن تعرف أن تلك المضادات الحيوية تسبب آلاما في المعدة. إنك تتخلص من مشكلة ما من خلال هذه المضادات الحيوية، ولكنها في ذات الوقت تصنع لك مشكلة أخرى. لذا فأول ما تفعله إذا شعرت بألم في المعدة هو التفكير مليا فيما تتناوله وتسبب لك في ذلك الألم. ماذا عن قرحة المعدة؟ تعد قرحة المعدة أخطر ما يصيب المعدة الخاوية، وأحد أعراض قرحة المعدة هو شعورك بآلام في المعدة الخاوية، وكذلك الشعور بالألم بعد تناولك الطعام بساعتين. وفي هذه الحالة عليك الاتصال بالطبيب، حيث عليك التفكير أولا في الأدوية التي سبق ذكرها والتي قد تكون المسببة للألم، ثم بعد ذلك فكر في القرحة كسبب محتمل. ويرى الأطباء أن ربع عدد الأشخاص الذين يعانون أعراض القرحة تثبت بالفعل إصابتهم بقرحة المعدة. ولكن كيف يمكنك شخصيا وبدون مساعدة الطبيب التعرف على ماهية هذا الألم في المعدة؟ إذا حدث وشعرت بألم في معدتك الخاوية
فاسأل نفسك هذه الأسئلة: هل هناك بعض الأطعمة التي يزيد تناولها من ألم المعدة الخاوية؟ يقول البعض إن عصير الفاكهة والتوابل تزيد من ألم المعدة لديهم بعد تناولها، لهذا عليك باستبعادها من غذائك وستجد أن بعضا من الألم سوف يختفي. لكن المشكلة أن ألم المعدة قد يظهر بعد تناول العديد من الأطعمة الأخرى لدى بعض الناس، وهكذا لن تكون تلك الوسيلة دقيقة للتعرف على وجود القرحة. قد يؤدي سوء الهضم غير المصحوب بالقرحة إلى الغثيان والتجشؤ والحموضة والشعور بالتخمة والامتلاء أو انتفاخ البطن. ورغم أن هذه الأعراض أحياناً ما تكون هي نفس أعراض القرحة، فإننا لا يمكننا الجزم بأنه إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فأنت مصاب قطعاً بالقرحة. ومن المعروف أن معدتك تفرز معظم الأحماض تقريباً الساعة الثانية صباحاً، لذا فإذا ما شعرت بألم في المعدة في هذا التوقيت فقد يكون ذلك مؤشرا على إصابتك بقرحة المعدة. ولكن يجب أن نذكرك بأن تقريبا كل أمراض المعدة واضطرابات المعدة ينتج عنها آلام في المعدة ليلا وليس فقط قرحة المعدة. في المحصلة، هذه الخطة العلاجية للاطمئنان على معدتك والوقاية من تلك المشكلات ستكون رائعة إذا ما طبقتها في المنزل. المسار الأول: تجنب التدخين. تجنب لحم الرومي البارد. تجنب مهيجات المعدة كالكافيين والأسبرين والقهوة والمشروبات الغازية. واظب على تجنب هذه المدمرات وسوف تشعر بتحسن بعد أسبوع، وسوف تشفى من الألم تماما بعد شهر. وتوقف عن تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمأكولات التي يتم قليها بهذه الزيوت. وحاول أن تتناول الأطعمة التي تساعد في تحسين صحة المعدة وتساعد في تحسين عملية الهضم. بين أيدينا الزنجبيل، من أروع الخطط العلاجية التي يمكن اتباعها تناول الزنجبيل عند الاستيقاظ من النوم، أو على الأقل بعد مضغ تمرة يمكنك أن تتناول الزنجبيل. وأفضل طريقة لاستخدام الزنجبيل هو استخدام الزنجبيل المجفف، حيث ينصح استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن عون السقا بنقع هذا الزنجبيل في الماء البارد قبل النوم، وعند الاستيقاظ من النوم سيكون جاهزا. كل ما عليك هو تناول كأسا من هذا الزنجبيل المعد بهذه الطريقة العلمية والصحية. ثانيا، لبن الأكتيفيا. لبن الأكتيفيا يحتوي على سلسلة من البكتيريا الطبيعية التي تتجمع بالأمعاء لتساعد في تحلل الطعام. إنها وجبة مثالية في الصباح. مشروب البابونج. يساعد الشاي البابونج على تخفيف آلام المعدة وعسر الهضم، نظرا لأن هذا النوع من الأعشاب يسهل هضم الأطعمة ويقي من الارتجاع ومن حموضة المعدة. ويتميز البابونج أيضا بتأثير مضاد للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد وتخفيف عسر الهضم. تناول الكيوي قبل وجبة الغداء الرئيسية. إنها نصيحة عامة ينصح بها استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقا بتناول الفاكهة قبل وجبة الغداء وليس بعدها. ويمكنك أن تتناول الكيوي، حيث أنه مفيد للجسم ومعروف بمحتواه العالي من الفيتامين سي وبكونه مضادا قويا للأكسدة ويحمي الجهاز التنفسي من بعض الأمراض. وبالنسبة للجهاز الهضمي، تبين أن استهلاك هذه الفاكهة يساهم في تحسين هضم البروتين والتخلص من الإمساك. كما أن من أهم عناوين الجهاز الهضمي هو التخلص من مشكلات الإمساك. وأفضل وصفة يمكن أن نعطيها للمحافظة على خروج الفضلات من الجسم هي القراصية، إذ تعتبر القراصية عالية في محتواها من الألياف الغذائية، ما يساهم في الحماية من البواسير والإمساك، إذ تعمل القراصية كمكمل طبيعي.
عند الخلود إلى النوم، تناول 3 قطع من القراصية، وعليك بعدها أن تستلقي. وعند الاستيقاظ من النوم، حاول أن تتناول 3 قطع أخرى من القراصية تكون مجهزة بجانبك قبل أن تغادر الفراش. وبعد ذلك يمكنك أن تذهب إلى المرحاض وتجعل هذه عادة، حتى لو لم تكن ترغب بالتبرز، كما يقول استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن عون السقا. إن هذا له دور مهم في الوقاية من مشكلات المعدة وفي التخلص من الإمساك الذي من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي ويحدث تلك الآلام والتلبكات. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.